المعيشية التربوية والدينية، وأن تريد لهم إلى العون وأن تأخذ بيده إلى الله، صلة الرحم من أعظم الأعمال. وكأن هذه الصلة هي صلة الغني للفقير والقوي للضعيف والعالم للجاهل. أيها الإخوة، من أسباب زيادة الرزق الشكر. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ما دمت تشكر نعم الله، هذه النعم لن تزيد بل تزيد. أنت حينما تدخل بيتك يا ربي لك الحمد، أغنتني بهذا البيت، لك عمل يا ربي لك الحمد، أكرمتني بهذا البيت، معك هذا عندي يا ربي لك الحمد، وفقت بهذه الدراسة، فماذا تغيرك؟ تحبك وتحبك من أستمعي وانتك يا ربي لك الحمد، أكرمتني بهذه الزوجة. أنت حينما ترى نعم الله وتشكر الله عليها، هذه النعم لن تتحول عليك. وإن شكرتم لأزيدنكم. وبالشكر تدوم النعم، فإذا لم تتقوا. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن الممكن أن أعطيك نعمة واحدة وأقول لك عدها. ما هذا الكلام؟ كيف أعد نعمة واحدة؟ معنى الآية: لو أمضيت حياتك في معرفة بركات نعمة واحدة لن تستطيع. يعني بعض الكتاب في مصر أخذ بطارة يوم الصيف تسير، كان تعليقي: لو أمضى الصيف الصعيد بغرفة مكيفة تدر سويسرا، فقد البصر يعني البصر، ترى الجبال، ترى السهول، ترى أنفك الجميل، كل هذه النعم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. الآن الاستغفار والتوبة أحد أسباب زيادة الرزق. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أحد أسباب